رسالة زميلنا محمد بهاء عن كل ما يحدث تحت القبة من هناك. مشاهدينا الكرام، مشاهدي تلفزيون الحياه، اهلا ومرحبا بكم وجوله جديده من جولات عين على البرلمان. متواجدين امام مجلس النواب لمعرفه ما يدور من تفاصيل بالداخل ومن وتفاصيل الاجتماعات اللجان النوعيه التي تدور داخل مجلس النواب. اليوم لا توجد جلسه عامه وان كانت اولى الجلسات العامه يوم 21 من اغسطس الجاري. لجنه الخطه والموازنه بتجتمع مع أعضاء لجنة التشريعية والدستورية لمناقشة أو للانتهاء من مناقشة قانون الضريبة على القيمة المضافة. أيضا لجنة الطاقة والبيئة وهي برئاسة المهندس طلعت السويدي بتناقش طلب إحاطة مقدم من النائب أحمد فرغلي بشأن السلامة البيئية لمصنع سنمار، وهو مصنع متواجد في جنوب بورسعيد، ومدى تأثيره الصحي على سلامة المواطنين. أيضا لجنة التضامن الاجتماعي انتهى اجتماعها منذ قليل وكان بشأن قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، انتهوا من مناقشة 43 مادة من أصل 72 مادة. حاليا معي لقاء مع الدكتور مكرم رضوان وهو عضو لجنة الصحة وأستاذ جراحات العظام بكلية الطب. برحب بك سيادة النائب. أهلا يا فندم. يعني النهاردة لجنة الصحة اجتمعت أم لم تجتمع اليوم؟ لم تجتمع اليوم. طيب خلينا نعرف آخر ما توصلت إليه من اجتماعاتها في المناقشات اجتماعات الأخيرة. لجنة الصحة ناقشت الأسبوع الماضي قانون مقدم من احد الزملاء الاستاذ فليفل، كان بيطالب فيه بان يلغى العمل بالعيادات الخاصه للاطباء ويستمروا للعمل في مستشفياتهم مع رفع المقابل لتحسين الخدمه. خلينا طيب سيادة النائب نتحدث عن بعض المحاور الهامة طبعا واللي بتدور في اجتماعات لجنة الصحة، وأولها يعني ارتفاع أسعار الدواء واللي بيشكو منه المواطنين في الفترة الحالية. يعني لجنة الصحة كيف تعاملت مع هذا الموضوع؟ الموضوع ارتفاع أسعار الدواء كان لجنة الصحة لها دور هام جدا جدا في الموضوع ده. أول يوم نزلت فيه الأسعار أنا كنت في التلفزيون في نفس اليوم، وكان بقية الزملاء في اللجنة كانوا بيتكلموا في تقريبا في كل البرامج، وطلبنا وعملنا تاني يوم على طول جلسة طارئة وطلبنا المسؤولين واتكلمنا معاهم، والحمد لله احنا توصلنا لنقاط هامة جدا، وهو ان احنا مفروض نستمر ونعالج التشوه في أسعار الدواء. لا تقليل سعر ولا زيادة سعر، علاج تشوه، لان احنا عندنا بالفعل في ادويه بتتكلف اكتر ما بتتباع بيها، والمواطن محتاجها والمستثمر او المصنع مش هيخسر، وبالتالي ده محتاج نقف معاه عشان الدواء يتوافر وينتج بصوره مستمره. وفي ادويه مبالغ فيها جدا، الدواء بيتكلف سي مثلا 20 جنيه او 30 جنيه بيتباع ب 200 جنيه و300 جنيه. ده بسبب ان هو ممكن يكون محتكره، ممكن يكون هو صاحب الانتاج الافضل فيه، وممكن هو يقول كان الاول المادة الخام كانت غالية جدا وكانت مكلفة جدا، لكن الوقت الحالي بدأت تقل في تكلفتها، وبالتالي هو مفروض سعر الدواء يقل. طيب هل من انا عذر المقاطعة، بس هل النقطة دي ممكن يكون ليها حل تشريعي عند حضراتكم؟ كل حاجة لها حل تشريعي، حتى لو ما فيش تشريع صريح. احنا عندنا في امريكا اللي هي الدوله الراسماليه الاولى في العالم، ما فيش اي سلعه بتزيد عن سعر تكلفتها من 20 او من 15 ل 30%، استحاله. احنا عايزين يبقى كده برضو، يبقى في ثقه، كلنا نثق في بعض. انا بكلف سلعتي 100 جنيه ببيعها ب 115 جنيه للتاجر، ببيعها ب 130 جنيه للمواطن العادي. المفروض انا مش هستغل المواطن، كل حاجه تتباع بثمنها وبس. لو قل التكلفه يقل ثمنها، لو زاد التكلفه يزيد ثمنها. ننتقل الى محور اخر وهو يعني مناقشات لمشروع قانون التامين الصحي الجديد. يعني خليني اعرف يعني اهم الملامح اللي بتدور حول هذا القانون. انا مقدم طلب احاطه، لابد من ان احنا نسرع في تطبيق نظام التامين الصحي الشامل، وانا بحب اطلق عليه اسم جميل قوي اللي هو التضامن الصحي الشامل. هو تامين صحي تضامني، مش تامين صحي وبس، لان احنا عندنا نسبه كبيره جدا من المصريين بتعاني قله الدخل، مش عايز اقول الفقر. في حوالي 40% من المصريين دلوقتي ما يقدروش يفوا بالالتزامات اللي هي المفروض تفرض عشان تطبيق النظام التطبيق التامين الصحي. المجموعه دي احنا عايزين نقول مع بعض ان احنا هناخد نسبه من دخل كل فرد.
يعني اللي دخله 10,000 جنيه ممكن يديني 1000 جنيه في السنه، اللي دخله 1000 جنيه ممكن يديني 100 جنيه. احنا مش عايزين يعني لو دخله 10,000 جنيه في الشهر ممكن اخد منه في السنه 1000 جنيه، لو دخله 1000 جنيه في الشهر ممكن اخد منه في السنه 100 جنيه. ده يساعد ده، عشان في النهايه المشكله في الصحه ان كلنا عايزين نفس الخدمه. يعني لو في واحد عنده عمليه فقير زي الغني برضه هو عايز نفس العمليه وعايز نفس الرعايه وعايز نفس الدواء وعايز نفس العمليه. وبالتالي احنا محتاجين ان كلنا نتعاون مع بعض في نظام التامين الصحي بحيث ان هو يغطي الكل خدمه ممتازه وكل واحد يدفع حسب امكانياته. طيب ننتقل الى مناقشات مشروع قانون انشاء هيئه الدواء المصري، خليني اعرف يعني اخر ما تم اخر ما توصلتم اليه من المناقشات واهميه انشاء هذه الهيئه سياده النائب وفائدتها التي تعم علينا. احنا عملنا جلستين عشان هيئه الدواء وكلنا مصرين على انشائها واعلانها في اقرب وقت ممكن، ونقابه الصيادله ونقابه الاطباء وغرفه الدواء كلهم بيشتغلوا على قلب راجل واحد في الموضوع ده، وان شاء الله خلال اسابيع هيجي لنا القانون وهندرسه، واذا كان لنا بعض التعديلات هنعملها، لان ده مهم جدا 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 لتنظيم عمليه الدواء في مصر انتاجا وتوزيعا وسلم. يعني بشكل عام خلينا نتكلم طيب في اعمال المجلس بشكل عام، عايز اسال حضرتك اهم القوانين اللي من المفترض يعني انت تخرج الى النور قبل انعقاد الدور الاول. انا في رايي الشخصي اهم قانون انا قدمت اقتراح بقانون في المجلس، وهو موضوع الجوب ديسكريبشن للعاملين بالقطاع الصحي، التوصيف الوظيفي، التوصيف الوظيفي، بحيث ان كل المواطنين في مصر يعرفوا ايه وظيفة كل واحد في القطاع الصحي. انا استشاري وظيفتي ان انا اغطي عيادتين في الاسبوع، ان انا ادخل عمليات يوم او اتنين في الاسبوع، ان انا امر على المرضى بتوعي يوم او اتنين في الاسبوع، ان انا اعمل كام بحث طبي كاخصائي كمقيم كممرضة، بحيث احنا نلتزم بالوصف الوظيفي لكل واحد. ده قطاع الصحة. اخرى لو اسال حضرتك عن قوانين اخرى باللجان اخرى مقابل ده بالظبط في التعليم. التعليم 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 عيب قوي ان احنا يكون عندنا مدارس فاضيه، عيب قوي ان يكون عندنا نفس الطاقه الهائله دي والكم الهائل ده من المدرسين والطالب بيسعى ان هو ياخد درس بره، عيب قوي يكون عندنا عدد الفصول ده والمباني دي وتروح تلاقي المدرسه خاويه من الطلاب. برضه عايزين الجوب ديسكريبشن الوصف الوظيفي للمدرس، هو ملتزم بكام حصه بكام ساعه يشرح قد ايه، ومفروض الطالب يحضر قد ايه، واذا غاب يغيب قد ايه، واذا كان له عذر يبقى عنده عذر قد ايه. شكرك سياده النائب، كنت معنا ضيفا في هذا البرنامج. عفوا يا فندم، شكرا شاكرين على شكرا. مشاهدينا الكرام، كان هذا لقاءنا مع معالي النائب الدكتور مكرم رضوان، وهو عضو لجنه الصحه واستاذ جراحات العظام بكلية الطب. أطلعنا على ما يدور من مناقشات واجتماعات داخل لجنة الصحة. أشكركم على كرم المتابعة وعودة مرة أخرى إلى الاستوديو.